عمل. الطاقية ادورها من اليوم، ما شفت طاقيتي؟ لا ما شفتها. اكيد. اي وش بلا هذه زعلت. يبا ما شفت طاقيتي المذهبة؟ ما شفت الا وجهك. وخر على التلفزيون بس وخر. يما ما شفتي طاقيتي المذهبة؟ هذه مو بطاقيتي. لا ما هي بطاقيتك، ويلا نقلع برا خلي اشتغل. ابوك الجحده يلي تشوف ترك ما تشوف، يلي تشوف ترك ما تشوف. الطواقي يا ولد، الطواقي يا ولد، الطواقي يا ولد، الطواقي يا ولد. يا عم كم انا كم ذا العقال؟ العقال بعشره. عشره؟ ايه. هاك شكرا. شكرا. يا عم صن. على كم الطواقي؟ مليانين. اسعارك رخيصه. اجل عطنا المذهبه. دي اي هذه صن. سم خذ خذ. وهذه هديه ما عديت فوق البيعه. الله يجزاك خير يا عم، ما قصرت. الله يحييك. كنا ضيقة شوي، الثانية زين. بسم الله الرحمن الرحيم. السالفة تمضي الطاقية. أتحداك كنت فديتك الطاقية البطلة. سلام. لأحلى أب وأم في الدنيا. وش عندك؟ أبد سلامتكم، بس حسيت كذا يعني أني مشتاق لكم. انقلع دامس ما تبيني أجلس. أكيد أبوي يبيني أجلس ومشتاق لي. هلا أبوي. أقول قم 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 قم. ترى اليوم 22 اكتوبر. اكتوبر؟ وش السالفة؟ نسيت ان تاريخ زواجنا 22 اكتوبر؟ عيد زواجنا في 22 شباط. المهم ان اليوم. ولا تبي تتهرب من العزيمة؟ ابى عزمت في افخم مطعم. ايش تبين بعد؟ زين اجل اروح اغير ملابسي واجهز يا نظر عيني. يا سلام روحي يا ريحانة وادي. أوريك يا أبو شباط، مو كفاية إنك ما عزمتني في زواجكم. والله إني أكل طيب. إي ما يحتاج. أتحداك العشاء الرومانسي، الأحلى اثنين رومانسيين. وش شو جابك أنت؟ الحين ليه ما عزمتوني؟ مثلا إذا جيت باكل بيساري أنا. أقول انقلع بس. انقلع على بارك الله فيك. ما نبي منقلع، بتعشى معكم عصافير. ما عندي ما عندي ما عندي ما من امن. لا خلاص يبا استسلم. يمه كباب ششطه واي حاجه. ها امسك. يا حلوه انت، ممكن رقم؟ اقول بس اخراني ايش تبن؟ وش في الحلو زعلان؟ أنا أوريك. أقول بس أخراني أحسن لك. إيش في هذه النفسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا احمد. لا في المطعم اتعشى. وين بتكون انت بعد ساعه؟
طيب طيب اخلص واجيكم. طيب طيب حلو. اوكي اوكي. اتحداك يا الاكل البلوش. من بعد ما افتتحوا العروبه راحت على الخريص الزحمات. دقيقه خلنا نشوف هالقراشيع وش يسوون من وراي. عيال عندي لكم موضوع بسيط. اقرأ انت وياه شوي. عامر هذا ما عاد ابغى اشوف رقعه وجهه في الاستراحه. مستعد ادفع قطته من الحين لسنه قدام، اهم شيء ما اشوفه. اذا بتدفع القطه انا ما عندي مانع. بس بشرط تجيب لنا تلفزيون كبير 60 جيجا وعليك التمويل الشاهي والقوى لمده سنه. اسمها بوصه مو جيجا. على العموم تم. اروح شرب انا يا كاش. يوي انا اوريك الزلابه. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا، شرفت والله. هلا والله وسهلا. هلا ومرحبا. كيف حالك يا ميت؟ اهلا وسهلا حبيب. اتحداك يا شيخ. اهلا وسهلا. لفيت الصناعيه كلها. طيب. قالوا لي هذا اطلق واحد في الصناعيه. اهلا وسهلا. عندي ابد الجيري بلا تغيير. ماشي. والسياره كذا وانا ماشي احس انها تحذف، شكل الدفرنسي بلا تغيير. هاي بسيطه، هاي بسيطه. بس عندي مشكله. قول. عندي سفره ابيها بست ساعات تكون جاهزه. بس بتكلفك كثير والله. لك شو بدك؟ شو بدك مصاري بعطيك؟ ايه بسيطة هيك. طب دقيقة نجيب الأوراق ونعبي. نعبي اللي بدك إياه. يلا حبيب. لك روح. أنا أوريك إيه السر. أجل تبي تطردني من الاستراحة. هي عيال السيارة وينها؟ هي عيال السيارة وينها؟ سيارة وينها؟ شكلك جاي كعابي وتطقطق علينا. يا بحوش كعابي أنا جاي موقفها هنا يا ابن الحلال، تستهبل أنت. فين راحت؟ يعني شلوها الجن؟ اقول حركات المقالب والمزح الخايس ما ابيه، طلع السياره انت وياه. ايه انت فقي؟ احنا من اول مبلطين معاك من الاستراحه ما تشوف؟ انت صاحي ولا تهبلتها؟ اقسم بالله لو ما طلعتها انت وياه لافرشكم هنا انت وياه، تفهم ولا لا؟ طلعها انت وياه يلا. هي تستهبل انت ولا صاحي؟ ليش تغير الجير والدفرنس؟ حبيبي اذا انت فاضي احنا مو فاضيين، انت جبت سيارتك قلت لي صلحها. متاكد انها انا؟ لا والله مو متأكد، بس بصراحة باليوم بيجيني مليون زبون. من الآخر عندك قطع غيار 7500 و 6000 شغل إيد، يعني 13500 ريال. عجبك عجبك، ما عجبك هاي الشرطة. يا أخي أقسم بالله ما جبتها، بتجنني أنت. هاي أنت اللي بتجننا، تجيب سيارتك هنا وتتهمنا أننا مسويين فيك مقلب؟ فادي ذي هبل ومخه لاذع. والله هبل. أما أنا عملت شوية أسئلة، إنما إيه؟ ما تخرش المية، مفيش واحد فيهم هيجيب 10 من 20. لا تتحدى يا أستاذ، عيال هالأيام عفاريت. عفاريت مين؟ يبقى أنت ما تعرفنيش. أنا الأستاذ عبد التواب اللي أسئلته ما تتحلش في ورقة ولا حتى في كتاب. شوف يا سيدي، لو واحد في العيال دي جاب الدرجة الكاملة شانا بده أحلقه. مصطفى. ايوه استاذ. 6 من 20 اقعد. محمد 2 من 20 اقعد. عامر. هلا والله بالاستاذ البطل سم عامر ريس. 20 من 20 داري كبير يا كم. صالح. يا استاذ الشرف وين طالع؟ هدوء خلاص.
الله يخرب بيتك عين. عامر عامر وقف وقف وقف، تعال تعال ابيك. ها وش عندك؟ يا اخي سيارتي كانت واقفه عند الاستراحه، فجاه لقيتها في الورشه. حركات المبزره هذه ما تمشي عندي، بعدين انا مشغول. ها سلام. زوجي يا عامر ما ادري وين يروح وين يجي، متغير علي وكل يوم طالع لي بسالفه ذا الانتداب، ويغيب باليومين وبالثلاث. هلا والله بخالتي، وانا اقول ليش البيت منور؟ اجل غافس رجلس. ها الله يعين. بس واللي يجيب لي سعلومه شلون؟ ابد خليها علي، ومالس الا اللي يجيب خبره. اتحداك. اركد فديتك. كفو انا خالتك. بس تكلفه المهمه ذي 500 ريال. سلامات. ليش 500؟ الدعوه مو بسيطه، فيها روحات وجيات، بعدين هذا شغل تحري، فيها جهد بدني جهد ذهني جهد عقلي، صح ولا لا يمه؟ صحيح. طيب طيب كفو. اتحداك يا الخاله البطله. مساء الحب والأزهار والبهجة. مساء النور. هلا بالغالي، هلا بروح الروح. حبيبتي اشتقتي لي مثل ما اشتقت. ايه اكيد اشتقت لك. بس الحين اللي ابي اعرفه، ابي اسألك سؤال، متى بتعلن زواجنا؟ ها؟ متى بتعلن زواجنا ونصير زي العالم والخلق؟ إلى متى وحنا على هالحال؟ يا بنت الحلال، والشغل هالقلق والصجة واللجة، هذا أنا عايشين في سعادة وفي تبات وفي نبات، ليش؟ ليش القلق؟ ها؟ اشرب العصير، اشرب العصير، اشرب العصير حبيبي. لا إله إلا الله. أبشرس، زوج اسم متزوج على اسم سيار، واسم زوجته سحر، ومسكنها بشقة في حي الياسمين، وهي أشيا منس. ها؟ هذا اللي كنت متوقعته من ذا الخاين؟ خلاص خلاص هدي نفسك، والله إنه ما يستاهلك ولا يستاهل دموعك. الخمسمية انزرفنا يمه. هذه تاليتها يا الخاين، تتزوج عليه وبالدس؟ اصلا ما انت برجال، لو انك رجال كان اعلنت زواجك منها يا امها. من قالت اني انا متزوج يا بنت الناس؟ انا رايحه بيت اهلي انا وعيالي، وجهك ما ابي اشوفه، وسلم لي على سحر. سحر هذه وش دراها هذه؟ بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. سلامات يا خالة، عسى ما شر. حسبي الله عليه، باخذ عيالي وتاركته. والخمسمية صار عليها؟ هاك خذ الخمسمية، وترى زميلات من مدسة بعد بيكلمونك يبغون يشوفوا رجاجيلهم وين يروحون في بعد. ابشري بعزس، دام الدعوة فيها خمسميات ازهليها. وخر وخر الحين وخر. النشبة ذاي. هلا استاذة حنان، زوجك متزوج ثنتين، واحدة بالقصيم وواحدة بالخرج. هلا استاذ حصه، زوجك امس كان بالبحرين.
حتى لو جوازه بالبيت يطلعون بالبطاقة. هلا أستاذة مزنة، زوجك متزوج صديقتك نجلة. إيه خال، أخوك ولد عمك متفقين عليك عشان يطلعونك من المشروع. أفا يا العلم، تقول صادق أنت؟ هبكذب عليك هجل. الله لا ربيهم يا شيخ. يستاهلون كفو. الترقية راحت لخويك مسفر، مالك ترقية السنة ذي؟ أفا يا ذا العلم، استخلني أنا، آمرني يا الحبيب. أنا جايك من البحرين، بغيت أعرف وضع الشركة اللي تنافسنا. إيه بس الوضع في البحرين يختلف، فيها سفرة ومصاريف وتكاليف، مثلك عارف. اللي تبي يا عامر أنا حاضر. أبشر بعزك، أبا أجيب تفاصيل أم الشركة. انتبه يا الحبيب، الشيك اللي بتاخذه من المشتري اليوم ترى بدون رصيد. الشركه المنافسه لكم بتنزل الاسعار الشهر الجاي. زين زين، ما قصرت يا عم، ما قصرت ما قصرت. وهذا المبلغ 10000 دينار. 10000 دينار يعني كم بالريال؟ 100000 ريال. كفو كفو. حاضر. هشمر. حاضر حاضر حاضر. يا هلا ومسهلا، يا هلا ومسهلا، يا هلا ومسهلا. الله يحييك. آمرني يا الحبيب. حنا في الحقيقة سمعنا عن مهاراتك وإمكانياتك باقتناص المعلومة، وجايينك نواقفك خدمة. أبد، أنا تحت أمرك. في اجتماع مهم في الاتحاد السعودي لجميع اللجان، ونبغاك تروح تجيب لنا كم معلومة عشان ننزلها سبق بصحيفتنا، وابشر بساعدك من الصحيفة. أبشر بعزك، ما طلبت شيء. المصيبة في لجنة الانضباط. أقول عف على شحم، ولا تجيب طاري لجنتي، ولا تراي بفضح مراسلاتك مع لجنة الاحتراف في الإعلام. يا جماعة خلونا في موضوعنا الأساسي الآن. لجنة المسابقات لازم تشوف لها حل مكثرة التوقفات. أنت آخر من يتكلم ويقيم عمل لجنة المسابقات يا راعي البيانات. يا أخي ترى شغلتون أنت وياه يا أخي، خلنا نشوف. لا يا أخي خلنا نشوف. لا أصبر. أبشر، وش صار؟ أبشرك كراسي صدع من هواشهم. يعني ما في أي معلومة؟ ما في ولا نص معلومة. طيب وش أكتب في الصحيفة؟ أكتب الدعوة مدحدرة. اسمع يا عامر، أنت رجال وقد المسؤولية، عندي موضوع إذا خلصته أبغى أعطيك 5 مليون ريال وأنت همتك. عفى عليك، بس دام فيها ملايين لا تشيل هم وأنا عامر. بس أهم شيء عندي الكتمان، لا شفتني ولا شفتك. ازهلها، أنا شغلي كله سكتم بكتم. بكرة فيه فرز ونتائج مشروع كوبري الرنان، وعندهم شروط وحاجات كثيرة أنا ما أفهمها. أبغاك تروح تجهز لي الأوراق وتختمها وتعتمدها وتجيبها. أعتبر الموضوع منتهي. العنوان العريض يا أبو سلمان لهذا الخبر هو ثقافة العمل. يبدو ثقافة العمل. ووصل عدد ضحايا كوبري الرنان 35 شخصا، 10 منهم نساء، و15 رجلا، و10 أطفال. وكان سبب سقوط الكوبري هو خلل في إنشائه. وأكد مصدر مسؤول بأنه سوف يتم التحقيق ومحاسبة كل من له علاقة في إنشاء هذا الكوبري.
بديت. قبل امسي وسط السوق. اعوذ بالله. طالبه شيء من البقاله؟ لا. طالبه شيء من المطعم؟ لا. عجل طالبه شيء من الخضار؟ قلنا لا. عجل من يدق الباب؟ تبين اشوف؟ وش تشوفين؟ ما ادري. اقول ادخل جوا. ادخلي ادخلي يلا. خلاص لا تنافر. ادخلي اشغلتي امنا في السناب. ادخلي ما عندي الا 10 متابعين. يلا. اهلين، سوري على الازعاج. لا عادي، ما في ازعاج. من انت؟ انا اياد، جاركم الجديد، لساتنا امبارح ساكنين هون. هلا والله بياد، عامرني الغالي. ميرسي، بدي اعزبك معي بلا مؤاخذه يا خيي، بس ابي بعتني تشوف عامل يركب لنا ريسيفر، وانا ما بعرف بهي المنطقه كثير، دورت ما لقيت حدا، فبدي اياك تساعدني بليز. ما يحتاج عامل، ابشر بعزك انا اركب لكم. يلا مشينا. وين تشتغل يا عم؟ كنت مدير شركة كبيرة هاوني بالرياض، بس قلعوني. نشكر الله هلا لقيت شركة تانية أنا مديرة وبراتب أكبر. ما شاء الله تبارك الله. عندك عيال ثانيين غير إياد؟ عندي بنت أكبر من إياد. وش اسمها؟ سميتها نهاد، على اسم فيروز الحقيقي. أتحداك يا نهاد، تتربى بعزك يا عم. تسلم لي. خلص يا بيي، إجت الإشارة. كتير عظيم. لك دخيل الله اللي بعتك إلي، من وين طلعت لي يا خي عامر؟ من الدرج. أبد يا عم، أنا تحت أمرك، إذا بغيت أي شيء دق علي أجيك هوا. كثير ممنون لك يا خي. الحساب 150 ريال وصل. بتأمر بتأمر يا لور. أمزح معك، عنا السعوديين يا حبيبي ما نقصر مع الأجانب، والجار للجار زي ما قالوا. والله يا خي أنت كفو، زيب زيب. الله يسلمك. ترى إذا بغيتوا ميكروفون شارينا جديد يحمل أكل. أنت بدك تسخنه ولا تسجله؟ لا لا، مكرويف مكرويف. إيه قلت لي إيه. مكرويف كتير عظيم وما بنستغني عنه. الله يسلمك. الله يسلمك، كتر خيرك. شوف شوف طريق لخي عامر. الله يسلمك، شكراً يا عم. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. مرحبا يا عم شاري. أهلين 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 أهلين. كيفك أخي؟ شو همشري ما همشري شو؟ أبداً يعني أبداً يعني قوي قوي قوي. أيوة هي هي قوي 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 قوي. دخلك بدي أسألك، تعرف لي وين المطرح اللي بيبيع أسطوانات الغاز؟ أسطوانات المطرح الفراش دي ولا وشي؟ لا لا يا خي، الدكينة، الدكينة اللي بتبيع تبع الطبخ محل الغاز والقز وذي وطبخ. هي هي هو ايه، هو مو موجود معنا هنا في الحارة، هو بالحارة اللي جنبنا، بس تروح بسيارة ما ينفع لأجليك. ما بينفع. طيب أنا أنجا ما بعرف أتحرك بحارتكم، يعني فيك توديني لهنيك إذا ما عليك سئلة؟ سئلة؟ يعني ما بدي تقل علي. ايه تقل علي تقل علي. والله شوف، انا سيارتي مخبطه يعني خرباني خرباني، لكن انا عندي صديقي ساكن بالحاره اللي جنبنا، طيب كثير فزعه، عنده سياره بيك اب، طيب اناديه اكلمه تليفون يجي يحملك ياخذك هذه وتجيبون الغاز. بخي ربك دقل. والله دقل. بس يا اخي تلبسون كويس والله. يا اخي هذا تضامن مع الاخضر يا ناس، الاخضر اذا لعب ايه؟ بركين بتفجر غضب. بخي ربك ياهو. دقل دقل. على هيك انتوا اصحاب من زمان؟ اوه من زمان من زمان، يعني احنا الحين شبه اخوان. وهذه مشكلتي في الحياه، اني خويت تركي، ولا كان الان املك 4 شركات. كثير حلوين، بس دخلك يا اخي شو هيدا اللي كنا عم نسمعه بالسياره؟ هذا فهد بن سعيد، خلاص بنحبكم يا زين، عزلنا. ايه خزيت العين، خزق لي دينتي. لك شو عزلنا ما عزلنا، هو فاتح دكينه. اسمعوا لوديع الصافي يا اخي، اسمعوا لفيروز للشحروره. بعدين بعدين ان شاء الله حنسمع لهم، يعني اهم شيء ان احنا الان وصلناك لبيتك. ايه بس اعملوا معروف، يعني اذا بتريدوا بدي توصلوا لي الاسطوانه لجوا،
ما بدي وسخ ثيابي. ابشر ابشر بعزك يا عم. تبعاقل يا عصر حلال. قال ايش قال الشحروره؟ يلا تفضلوا تفضلوا، تعالوا ناو ايديكم معنا يا شباب. وخلاص من حبكم يا زين عزلنا. ايه خلاص حطوها حطوها هون. يعطيكم العافية يا شباب، يلا خلاص اتركوها هون، بنتي بتفوتها لجوا. راحتك ما عادها تفرق معي. يا حبيبي يا حبيبي حيموتك هالفلكلور، يلا حليق ولا؟ يا ربي يا عام، شفت اللي أنا شفته؟ شفت منظر مضر بالصحة. يا لبيه يا شيخ، صاروخ أرض جو. يا أخي شقت جبهتي شق شق يا أخي، هذه أنا شلحت قلبي ما أدري أمها متوحمة على عسل. أقول أمهاتنا حنا اللي متوحمات على فجر. أقول يا عامر تكفى شغل كاظم، ما ينفع مزعل. أنا رجال العصامي اتعلمت في حياتي كلها على الاعتماد على الله ثم على نفسي. أبوي علمني هذا، وكنت أصحى بدري الصبح وأروح أخلص أشغالي اللي يامرني فيها أبوي يوم أني صغير. وكبرت على هذا، أصحى بدري وأخلص أشغالي وأنام بالليل بدري. ليه كبرت وأنا أخلص أشغالي ما أنا بعتمد على أحد؟ ما شاء الله عليك يبا، كنت مكافح من شباب. اي والله يا بنيتك، مو مثل بعض الناس ليتهم طالعين عليه. عامر 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 عامر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيك انت؟ ها صاحي مسخن فيك شيء؟ علمني. ما فيني شيء ما فيني شيء، مع السلامة. دخيلكم شوي شوي، هاي مصطابه هاي حرب. اذا تخاف من الكوره اقعد في بيت امك. بليز ما ترفع صوتك علي، احنا هون بنلعب ما بنتخانق. ما من الحيوان اللي قاعد يغلط على اياد؟ انت يا حيوان قاعد تغلط عليه؟ تغلط على ضيوف الحاره اللي عندنا هنا جايين من اقطاب الدول العربيه؟ كيف حالك يا اياد؟ هذا الحيوان اللي غلط عليك؟ ايه. استنى تركي. شوف استنى، شوف يا رمة، شوف يا زبالة تركي، شوف يا اللي مسوي فيها تركي. ميسي يا مارفك انقلع يا خيي، ما كان في داعي تضرب للزلمة مسكين. لا ما عليك، الكراتين دي أنا أعرفها عندنا في الحارة. ميرسي. ما عليك، أنا اسمي تركي، أقوى واحد في الحارة هنا. أهلا وسهلا. سلم لي على الوالد سلام كثير وقل له على اللي صار. ها أنا لحبيبي وحبيبي لي في عصفورة بيضة لعد تسألي. أنت وش عندك؟ خلنا نشتغل بس. الزبدة زودته لكل. أبفهم شيء واحد بس، ليش مخلينا نطبخ كل هالأكل؟
راح نغدي الرياض مثلا؟ انا متحدي انا والعيال امس على مباراه ريال مدريد وبرشلونه بالاستراحه وفاز ريال مدريد للاسف علي حق. تفهمين ولا ما تفهمين؟ ما استاهل يمه يعني انا والعيال ما استاهل؟ لا ما تستاهلون. اخ منك اخ لما تصفصف في الكلام ما في احسن منك. انا لحبيبي وحبيبي لي. شوفي يا خي شو اللي صاير لك؟ شايفني بنامك؟ شو هي مداهمة هي؟ عفا عمي ابو اياد. ايه ابو اياد ابو اياد مين بدك يفتح لك؟ وائل خفوري؟ لا الشحرورة. اقصد يعني انت ما تنام. ودي انك ترتاح ويفتح الباب واحد ثاني غيرك. ايه ايه شو بدك يعني؟ عبد جايب لك طبخ بيت على كيف كيفك، مرقوق وجريش وكبسة. كتر خيركم يا عمي، بس هيدا كتير، هيدا بطعم الحارة كلياتها. بعدين دخلك ما في يعني مقبلات، فتوش، حمص، كبنية، هيك شي يعني؟ لا حنا يا السعوديين أكلنا كله دبغ بطون، ما في تمهيد. عموما كتر خيركم يا عمي. وينك مختفي يا ليل؟ شبون ذا اللزقات حبيبي. لا أنا مختفي ولا شيء، أنا بس انشغلت مع الأهل شويات. المهم يا عيال أخبار جد. أبي واحد منكم ينفذ مهمة، من اللي فيكم يكون قدها؟ بفلوس ولا بلاش يا كابتن؟ بفلوس يا سيدي. إيش المهمة؟ شفت السيارة الذهبية اللي مرت قبل شوي؟ إيش بها؟ أبيك تروح وبسرعة تنسم الكفر ولا أحد يشوفك تجي على طول. كم تعطيني؟ 20. يلا. لا ما يجي قليل. قبل الحلال خلاص 25. تم. أرخص مهمة على وجه الأرض. سري لك فلوس. بويد يا بويد. لك شوفي لك شوفي بعت لك حمة تسلعك سلع ولك مداهمة اللي هي مداهمة ما بخبطوا. هاي شو بدك؟ روق أنا آسف يا أبو وياد، أنا جاي أفزع معك وأعلمك إنه شف كفرك مبنشر حق السيارة. ولو ما صار لي نص ساعة موقفة لحقت تبنشر؟ ولا يهمك يا ابو اياد، الحل عندي. ابشر بساعدك، خمس دقايق وانفضها لك واصلحها لك، بس افتح لي الشنطه. بعدين تعال اقول لك، شايفك دير بالك كثير على سيارتي، مراقبه يعني؟ كنت مار والله العظيم مار كذا وشفتها بنشرها فقلت اطق عليك واعلمك يا عمو ابو اياد. شو؟ احسنت احسنت، مشكور يا خيي. يلا يا سيدي هينا فتحنا لك الشنطة. أبشر. تفضل. لا يا عمي أبو إياد ما خبرت والله عندك مثل هالموتر، من وين لك هالسيارة؟ هيدي السيارة اليوم الصبح استأجرتها من واحد صاحبي. إي بس يا عمي أبو إياد يعني أنت مستاجر لك سيارة على طول كذا، سيارة مرسيدس وفخامة، كان أخذت لك سيارة أرخص شوي كورية يعني كذا ولا كذا؟ صعب عليك صعب يا خي، بس روح بسيارة فخمة مثل هاي، على بدلة طلياني، على تيشيرت فرنساوي، على ساعة سويسري، هايك الصفقة بتمشي دغري. أجل هذا النظام، ما شاء الله مخك نظيف ويوزن بلد يا عمي أبو إياد، مو مثل ربعنا يتخرج وبعدين يتوظف وبعدين يطق لك ذا القرض وبعدين يسافر ويبذر فيه ويقصد فيه وعلى الشرطة. مكتوب عليكم الشقة. إيه قصته تقلكم قصته. أي والله مكتوب علينا الشقة. السيارة خلصت يا عمي أبو إياد. سم يعطيك العافية يا خيي. ايه وش عندك تتلزق في ابو اياد؟ انت اللي شو بدك تتلزق في ابو اياد؟ رر رر. لا يا شيخ مسوي تقلد لهجتهم يا سلقة. اسمع على بلاطة، انا على علاقة وطيدة مع ابو اياد وعارف بنتهم نهاد. اوف شو شلون وكيف ومتى؟ ارسل لها رسائل واحطها في عداد الكهرب ومن بكرة اجي اخذ الرد. لا 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 قل غيرها،
شوف اذا انت رجال وصادق تكتب لها رساله بالحرف الواحد من تختارين عامل ولا تركي. ايه لا تصيح عندي، خلاص بكره نجيب الرساله ونفتحها في الاستراحه. يجي انا عامل انا عامر، خرب بيتك يا عامر. انا يس اليوم اكشن وحواس وحنغير الروتين. عاد انا متحمس اكثر منهم. يا ابوي تتوقع تختار مين، عامر ولا تركي؟ انا لا يهمني لا ذا ولا ذا، بس لا اشغلني رايح جاي رايح كأنه فوق راسي. لا تلومه الوضع متأزم. الرسالة وصلت. أنا بدي إياك أنت يا عامر، يا حبيبي بموت فيك وفي توبك البني اللي بياخد العقل، وبكره تركي اللي وشه وحش ما بطيقه. بحبك يا عموري، حبيبتك نهاد. والله عامر بدانها، اوه والله تركي اكلها. مهما قالوا الحاسدين هذا سيد العاشقين. اتحداك يا زول البطل، احبك يا شيخ اموت فيك. خير خير يا زول، فيشنا عبد الفيلم ضبط، وصدق ان الرساله من البنت وانه الخط خطها مو بخطك. اتحداك يا شيخ. اي بنت اي بنت؟ ايه مالك شغل في البنات ها؟ الا محارمنا، تفهم ولا ما تفهم؟ ايه ايه خير خير. كم فلوسك؟ 20 ريال بس. يا مطفر 20 ريال هذه احلى 50 ريال تستاهلها يا زول. واذا ضبط اللي في بالي ابشر بعزك، مالك الا احلى حلاوه يا شيخ. خليك تروح ام درمان سيده ان شاء الله. هلا بالزول البطل. يوه انت اسمرادي. Thank you, my friend. إيه سيدنا، شو كان بدك يا عامر؟ الحقيقة يا عم بياد، أنا أبيك بموضوع حساس شوي. طيب شو هو؟ احكي. لا بس بس لك تقتلي قلبي، احكي شو بدك؟ أنا جاي أطلب يد بنتك نهاد على سنة الله ورسوله، وأي شيء تبونه حاضرين. يبعت لك الآن يا عامر. وش بلاك تضحك؟ قلت نكته انا. هيك خبط لزق بدك بنتي؟ دخلك انت بتعرفها شيء؟ ايه عارفها، اقصد الكتاب باين من عنوانه. انت ما شاء الله يا عم تربيتك زينه وشعرك اشقر والولد ما شاء الله اموره طيبه واخلاق وجميل، يعني الامور طيبه. ايه قلت لي على خيره الله. بكرة تعا عني وبنكتب لك الكتاب وبتتغدى معنا وألف مبروك. هاتحداك يا العم البطل. يجي أحلى احتفال يلد. هلا والله بالعيال. وش ذا اليوم البطل؟ عسى الفكرة النداوي لا تسر فوق السحاب الحومي ميلها على حفله ببرجاس وسر يساري. السبحة أول ما انسحب عني لذي ذنه. هالحين انت اصمخ ما توحي، اصمخ مرة واحدة اسهرتنا ما خليتنا نرتاح، ما تخجل انت ما تخجل ابد. اليوم فلها، تبي تهزئني تبي تضربني تبي تسطرني، خذ راحتك وخذ راحتك ما عادها تفرق معي تفرق معي. اهلا وسهلا عامر، تفضل. اهلا وسهلا، اهلا بشيخ الشباب عريس العرسين. هلا والله وسهلا بعمي. اهلا وسهلا فيك، تفضل تفضل. سلمي اهلين عامر.
واخيرا شفتك كثير سمعت حكي مهضوم عنك. مرسي لك. اخيرا تحققت امنيه حياتي. بنشكر الله انه تحققت امنيه حياتك على فوقه. نسيت عارفك نانسي مرتي. تقصد مرتي؟ لا يا خيي، نانسي مرتي إلي. مرتك أنت؟ إيه مرتي مرتي. وأنا وين مرتي؟ هاي مرتك، شربها ولا؟ أهلين عامر. أتحداك، شوك إيش أحلمنا. أركب بدايتي. إحنا شباب. هاتوا ركم خذ، مبروك عليك. ها بس لا تنسى آخر الشهر يا جاب. ها يلا وادخل اكتب خلاص يلا. تقرر تطبيق نظام سعودة محلات الجوالات مطلع الأسبوع القادم، وسوف يكون هناك جولات تفتيشية من الوزارة على محلات الجوالات، وستطبق العقوبة على المخالف منها. ننتقل إلى الخبر التالي. ذا سوقك اللي مزعجنا فيه بالاخير مقفل يا ابوي. متاكد فاتح له اسبوع؟ يمكن انه مقفل عشان صلاه. والصلاه يا سبك انت، باقي ساعه على اذان. يا الحبيب لو سمحت. هلا والله. وش السالفه؟ ليش محلات الصيانه مقفله؟ ما تدري انت؟ محلات الجوالات سعودوها والاجانب راحوا. ما تتابع الاخبار انت وياه؟ بالله عليك هذه اشكال تتابع اخبار؟ يعطيك العافيه. عموما الله يعافيك. دعوه سعودة يا عيال. يا من حلال اترك ذا، شكله نفسية مرة. يا شباب ما تعرفون احد من صيانة الجوالات؟ لفيت مجمع ذا كله ما حصلت. في ذمتك. طيب جوالي منكسر كيف بصلحه؟ اقول لك لي ساعة ما حصلت. وش الوضع يا عيال؟ الوضع سعودة. شو نسوي؟ ما حد يعرف يصلح جوالك. السلام عليكم يا شباب. السلام ورحمة الله. انتوا جايين تستأجروا محل هنا؟ لا. احنا جايين نصلح جوال خوينا. ليه تسأل؟ طيب تعالوا شوي. ايه ايش بدا؟ تعالوا بس حال. ايش بغيت انت؟ امشي امشي يا خلنا نشوف الشيء ده. انا احمد فني صيانة جوالات، ما تخافوش. جيت والله جابك، هذا جوالي مكسور نبي نصلحه. سمع وطوا صوتكم لو سمحتوا، عندي ليكم عرض من الاخر. وش العرض؟ ايه رايكم تفتحوا محل جوالات باسمكم وانا اعمل لكم صيانه؟ واديكم شايفين مفيش صيانه، ومن غير ما حد يعرف هتدخلوا فلوس ايه كتير. ها قلتوا ايه؟ صفوا طابور طابور زي المدرسة. صف طابور انت يا يلا يلا ورع يلا ارجع ارجع ورع ارجع ارجع طابور زي المدرسة وصلح كل جوالاتكم. اوكي لفيت محلات جوالات الرياض كلها ما حصلت احد يصلح الجوالات الا انت. جوالك فيه مشكلة بالشاشة، مرنا بكرة وحسابك 500 ريال. الله يكثر من امثالك ويجمل حالك. مساك الله بالخير. مساء الخير. مساء النور. اخلص ولك زباين. البطارية ضعيفة على طول، ما ادري ايش وضعها. ورني البطارية. ما لها علاقة، جوالك يبي له تغيير شاشة. استهبل انت، وش دخل الشاشة في البطارية؟ لا يا شيخ، تعال اشتغل هنا محلي. تبي تعلمنا شغلنا ولا وشو؟
عموما هذا نظامي، عاجبك عاجبك، مو بعاجبك راح اشوف لك محل ثاني. خذها. لا والله يا حبيبي خلي عندك، واللي تامر عليه ابشر بعزك، صلحه ولا لك اللي يرضيك. اوكي بصلحه، بس علشانك بثر وقعد تهايط حسابك 600 ريال. اعتبر وضعك منتهي. قصبا عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا والله يا عم، يا هلا يا هلا والله، يا هلا هلا والله، ومرحبا. يلا تحييك. تفضل تفضل تفضل، يا مرحبا ومسهلا والله. هذا ابو عامر، وهذا عامر بصلح الجوالات يا شباب. يلا تحييهم. ايش امه ذا؟ يا هلا عامر. مصافحه مصافحه فقط، مصافحه فقط، الله يتزكى. مصافحه فقط، مصافحه 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 فقط. جوالك معك؟ مصافحه مصافحه فقط، مصافحه. أعطى جوال. مصافح 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 لعب مصافح. أقلب بجوال. أقلب بجوال. وين جوالك أنت؟ معي. أعطني إياه. هو ترى زين ما فيه إلا العافية. وش فيه؟ وش بتسوي فيه؟ وش بسوي فيه؟ إيه. بكسر أمه هنا. جوالك يا عمي كلف 500 ريال. ليش 500 ريال؟ ما يجي 50 يا ولدي. عم عاد 50 ريال لا ما يجي، بس علشانك رجال كبير ابشر بعزك، بسوي لك ديسكاونت ب 450. الا ب 60 يا ولدي، واحمد ربك وبكره ان شاء الله وانا جاي اخذه. ايش نظام هذا؟ السلام عليكم. السلام هلا. ابي اصلح جوالي. طيب لا تنفخ. يمه هذه خدامه جارتنا ام فهد جابته، وهذا بعد. جزاها الله خير. هذا وشو؟ ما أدري. السلام عليكم. نبي ولدكم عامر صلح الجوال، الله يجزاه الخير. مصلحجية يا أم فهد. مرحبا. هلا والله أبوي، هلا وسهلا. كيف أقدر أخدمك؟ جوالي ما يشحن. تبين بطاقة شحن أم 300؟ مو بطاقة شحن. ايه خفيف انت، جوالك خربان فيه الاي سي، تبين اغيره بألف ريال. وش ألف ريال انت مهبول؟ مساكين الحين 300 حلوه. لا يا شيخ قاطمعها انت، ها قلبت علي علشان بنت. اقول تبين ازين جوالس، عطني اياه بكره يحضر لك بألف ريال. خلاص خلاص صلحه. انك مجرم بعد. اقول لا، الزرق زينها بس. أنت عامر؟ أخ 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 سيكون عامر. هذا 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 عامر. أنت عامر؟ إيه عامر، بس معكم أسير عموري. إن شاء الله داخل محل محترم يا أبو الشباب. إيه لا تمد يدك. طيب افزع ورع الخمة يا شباب. شو يدي أهو يا مخطة أنت يا ما رح رح يا فك يا اخي. تعال ايش السالفة يا عيال؟ ايش عندكم؟ فيكم يا ولد يا ولد. فك يا اخي فك، عورتني. اي طب من انتم؟ من انتم؟ اصبر يا ابوي نتفاهم. طب علمني علمني وش السالفه؟ وش السالفه؟ فك يا اخي دقيقه يا اخي اصبر اصبر يا اخي اصبر 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 يا اخي بتفاهم انا وياكم. دقيقه يا اخي دقيقه. هذا هو. وش اللي هذا هو؟ والله ما سويت شيء طال عمرك. أنا بسألك سؤال وباقي جاوبني عليه بكل صراحة بدون لف ولا دوران. أبشر
والله انا اجاوبك بكل صدق وشفافيه. والله ما سويت شيء. تكفى تكفى الله يرحم والديك تكفى. جوالي شاشته مكسوره، تقدر تصلحه؟ اتحداك، خوفتني يا شيخ. ونازل من الدرجه حركات ونظرات واخرتها جوال. ابشر بعزك اصلحه بس ب 800 ريال، وخل هذول يدبش يجون بكره ياخذونه من المحل. اقول صلحه الان يعني الان. بس العده في المحل. مالك شغل في العده؟ تجيك وانت هنا. اي بطني بطني يا شيخ، شكله من الغدا مغص. ابي الحمام. روح من هنا يلا، شوف الحمام هناك يلا. طيب. هلا بالحمام البطل. اتحداك يا شيخ، حمامهم اطلق من مجلسنا. خلنا ندق على ذا الخبر. الو، هلا احمد، اسمع ابرسل لك موقع وبيك تدز تجينا بسرعه، اوكي؟ يا اخوي مو بشغلك، تعالوا بس. لا تتاخر. مع السلامه. الحين يجي احلى تقيله يا ولد. هلا. سلام. هذه الكاميرات يا معلم. الله يعطيك الف عافيه. اشوف عامر مو موجود، تبغى اساعدك شيء؟ لا لا لا، انت خليك توصل البضائع، البيع والشراء يبي له ناس فاهمه. توكل يلا. عامر يا عامر. احمد احمد، هنا هنا ورع. ايه الجوال يبي له تغيير شاشه. طب ارمي الموبايل. ما بقول انت ما شفت اللي انا شفته؟ يجعلهم يتولونك ان شاء الله. افسخ الجاكيت افسخ الجاكيت. تمام اوكي. انتبه ها. عشر دقايق والموبايل يبقى جاهز. كفو يا الذيب. راح شوف لي هذا وش يسوي في الحمام ذا، وش فيه تأخر؟ ابشر طال عمرك ابشر. لا بالله. عامر عامر يا عامر يا عامر. هلا. الموبايل بقى مية مية خالص. مية مية. دقايق حطها هنا. خذ. اسحب. أعطيك ضمان 10 سنوات على شغل اليد والشاشة. اوف يا وش ذا الريحة ذي؟ هذه ريحة الغرة، تعرف احنا ما نحط الا غرة اصلا، بس كلها يومين وتروح الريحة. أعوذ بالله. ايش غراكم ذا يا ساتر؟ شوف غرة اصلي. هذه 1500 ريال تستاهل يا ابن البلد. كفو كفو. كفو يا شيخ البلد. الله يحييك، مع السلامة. روح. أتحداك. تعول تعول. عاجبك اللي احنا فيه؟ يعني أنت مشغلينك مراسل وأنا مندوب مشتريات، وياسر وعامر ماكلين الجو. لا وماكلين الفلوس كمان. أنت اللي علمتهم مكان السوق، تبغاني أتهرج لهم؟ لا، لو فتحت موضوع أنت أنا عارف عامر كالعادة حيكرشك.
أنا أفكر إنه نفتح كشك ونسحب عليهم. كشك بدون صيانة ما يسوي. خلي موضوع الصيانة هذا عندي، تعال عند أحمد وأعلمك إيش اللي حيصير. تعال روح. أوكي أنا أعلمك حصتين فك الشاشة وتركب، بس ها أكتر من كده لا، دي أسرار مهنة. وهاخد على الحصة 1000 ريال. ما هو؟ أهدى، ما عندك مشكلة حبيبي، بس الموضوع بيننا ما يوصل لياسر والعامر، وإن شاء الله الموعد عندي في البيت. حلوين؟ ماشي. أوه هاي روح. وش تسوي أنت؟ وش قاعد تسوي؟ أفحص جهازك أشوف وش فيه. عموماً عطنا رقمك وبكرة تيجي تستلم جهاز. بالله سيقالها بل صلح الحين قدامي، أنا وش أضمن لي يمكن تحفظ الأسامي والصور عندك هنا. أقول خف علينا يا القطعة أنت وذريتك، هذا نظامنا، تبين نصلحه ولا أنقل أشوف لك محل ثاني؟ يا رجال أساساً ما بيصلح عندك أبوك يا الموسوس. شو فيك تضحك أنت بعد؟ الله يعينك على هذا العينات، أقسم بالله. آمين. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وينك أنت؟ دق عليك ما ترد. مشغول. أركد في ديتك يا المشغول. أمسك خذ هذه ودها لأحمد خلي يصلحها. سريع سريع ها. وقع هنا انت. مبروك 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 مبروك. العافيه. الله يسعدك. الله يبارك فيكم. تعال 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 شوف شوف اللي جنبنا. تعال اللي جنبنا. تعال. ايه وش عندكم هنا؟ ايش اللي هذا محلنا انا والاستاذ كفته. محلكم؟ وانا اقول الايام اللي راحت وضعكم غريب، اثركم تجهزون للمحل وحاطين صيانه بعد. ادق على احمد ليومين ترى ما يرد علي وموقف شغلنا. يكون انقفط يا ابن الحلال. بكيفه انقفط ما انقفط بس يزبطنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندك شاشه الجوال ذا؟ لا والله موقفين الصيانه يا الحبيب. تعال تعال عندنا سيارة. تعال ارهب ارهب يا معلم. وحبا حبا باللي جاء ويا مرحبا. طيب بالدور 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 بالدور. ارهب 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 كلكم مع الخصم. بالدور بالدور. حلوين حلوين. براحته براحة. الحق ما تلحق الحق ما تلحق. أبوك يا الزحمة والله وراحت عليك يا عموري. شو الدبرة الحين؟ لأن اللي اشتغلنا زين وأحمد ما يرد علينا، وشوكو شوكوفته ما أكلين أم الجو علينا. يا رجال قدمت على الدورة اللي مسوينها، تدري متى قالوا لي موعدي؟ متى؟ بعد 6 شهور. والله وقع هنا. مبروك. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا، عندنا جميع انواع الصيانه. ارحبوا ارحبوا ترحيب المطر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضلوا اهلا. حاضر حاضر حاضر. اجل هذا اللي ينقفط ها؟ انا اوريك فيه، اذا ما خليته ينقفط ما اكون عامل. الو يا ابوي ايش الهرجه؟ ما في زباين يجوا ولا ايش؟ وعرفني. هذا هو هذا هو الاجنبي اللي فات محل جوالات ولا طاق لكم خبر. ما في مكتب العمل، فاتك لو سمحت. سم طال عمرك. ايش في طال عمرك؟ هم عاد اسفين.
ابشركم اتجوزت سعوديه وفتح المحل ده باسمها، يعني من الاخر الراس بالراس، وخلى عنكم الهرج الفاضي واتحداك كمان. اركض بديتك يا السبك. اركض بديتك. احنا شباب. لا تنسين ترسلين صور ملكتنا وانتبهين نفسك. ايه ولا تطلعين بالليل، اخاف عليك ترى. مع السلامة. مع السلامة يا الحب. عسى الله يجمعكم على الخير. الله يجزاك خير. ترى استحي يمه. قول يمه حبيبي دواي خلص، ابيك تجيبه لي من المستشفى. هذه البطاقة. بشري بعزس ما طلبتي شيء. دقايق وانا عندس. تسلم. اسمع، ابى اروح اجيب العلاج، دقايق وراجع لكم. خلى الجوال بالشاحن، واذا دق احد لا ترد، ها؟ لا تصير موقوف. خلاص عدل، لا تلطعنا تكفى. ريح بس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا الحبيب ابد، هذا كرت الوالدة، ابى اصرف على العلاج. ابشر ابشر. خلاص اخوي خليك في صالة الانتظار، لحد ما يجي العلاج ننادي عليك ان شاء الله. كفو يا الدين. حياك الله. تعال تعال تعال. وش عندك هنا؟ انت وش عندك ابوي؟ ابوك البثارة. فخر يا ورع. الو ايش؟ الله يستر. ايش بلاه مختار شو ذول؟ حد عرف مين المريض العرب؟ هذا هو. انا هذا هو. هذا هو. شو السالفة؟ صافي. اهدى منصور، اهدى منصور. حسين انتم؟ فك يا ولد فك، تراكم فاهمين غلط. فك عيال، تراك ممكن عامر. اي والله عامر. ايش بدا؟ خل نروح له يا ابوي. روح 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 روح. عامر ايش فيك؟ اركب. ايش بك يا عامر؟ بسرعة فنينة. سلامات عامر، ايش فيك؟ صرت نفسية. النشبة دايبيك، النشبة دايبيك، النشبة دايبيك. ايه رد على ابوك. النشبة دايبيك. رد على ابوك. خلاص خلاص بنزل هنا. وين تنزل فيه انت مجنون؟ طب عادي تودوني بيتي؟ خلاص خلاص بنوديك بيتك، بس انت اهدى اهدى. الدوشة دي يا منصور، الدوشة دي. منصور من؟ اقسم بالله اني بني منصور، انا عامر. طب اهدى شويه يا عامر، اهدى يا حبيبي. اركد فديتك يا منصور. يلا انزل شوف امورك، ريح وكلمني بالليل. زين. هاي اخلص انزل. انزل. هيا هيا انزل. أقول له شل جوالك. سلام. عجيب والله، وطالع للشارع بسروال وفنينة. اذرب الغربة كلها، اذرب اذرب.
عسى ما شاف احد من هالشارع. وش عندك بغرفتي؟ وجالس على سريري؟ آسف. آسف؟ يمه 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 عامر، وش عندك مع الشغالة؟ تعال غرفتك هناك هناك. أخبارك إيه النهاردة يا منصور؟ الحمد لله يا أخي، قلت لك ما لي منصور، أنا عامر. طيب عامل إيه النهاردة يا عامر؟ بخير، بس لو تعطيني جوالك يا دكتور. عايز منه إيه يا منصور؟ أنا عامر، ما تفهم أنت؟ مفيش مشكلة، عايز منه إيه يا عامر؟ أبدق على أهلي على أساس أثبت لك براءتي. أوه طيب، أنا برضه هطلع لك حاجة تثبت لك إنك منصور. يا عامر يلا الغدا يلا. بدون دجاج؟ اي خلاص خلاص يلا 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 بسم الله. شكرا. تعال طيب صحن اخوك. وش ذا؟ ايش فيك قالب ثوبك كذا؟ يعني موضة الحين؟ خليه يتغدى قد انا مكتفي. عين خير تغدى وليدي تغدى واشرب عصير وعين خير. الو الحمد لله بخير، انت شو اخبارك؟ خلص حبيبتي انت لا تضايقي نفسك، انا اخليه يكلمك. يلا مع السلامه. الحين البنت مرسله لك الصور ملكتكم، ولا ترد عليها؟ كلمها. توك متملك على البنت وبدأت تشوف نفسك عليها؟ احمد ربك انها وافقت. عاطل باطل. على هونكم على الولد، على هونكم عليه، وش مالكم عليه؟ وليدي وش حليله؟ انا قدامكم. رد عليها. شوف انا ابوك. ابو مشاعل يبي يجي يتعشى عندنا الليله. ما بيك تروح، أبيك تقعد تصب القهوة للرجاجي. عامر كاشخ ها؟ مش الحركة كاش ده الزين. مش راك ناخذ سيلفي على السريع كذا؟ اضحك. ما شاء الله تغير عامر ما شاء الله، وغدا رجال وشقردي. الله يخليه لك كلام. الله يبارك فيك. أمه راحت وخذت عمره ودعت له هناك عند الكعبة، ومن يومها وهو صاير رجال والحمد لله. الحمد لله. عامر ايش رايك نطقطق على ولد عمي وكسبك؟ لا لا انا ما احب اجرح احد. ما تحب تجرح احد؟ كلام نطقطق عليه ترى. كم وين ابوك صب الكهوة؟ شو انت؟ اجل دعيت له ها؟ يا
انت يا رجال ترك اشغلتنا، تعال اجلس يا اخي. انت ما تدري وش السالفه، اقول لهم ماني بمنصور، ماني بمنصور، انا عامر، ما صدقوني. يا رجال انا مصدق، مصدق ما انت مريض. حتى انا بعد لا تحسب اني مريض. اجل وش انت؟ انا وزير الصحه الربيعه طال عمرك. اثنين ابره لو سمحت. شغل يلا اخلص. يا ولد ايش فيك انت؟ خلاص وقف وقف وقف، بسم الله عليك، وقف وقف، خذ خذ خذ، انزل خلينا نروح بسيارة، تنزل منها بدل نروح الاستراحة مرة واحدة، انزل انزل. من هناك من هناك. ايه جنبك هاي يا عيال. كم كم؟ اتحداك اركض فديتك. روح روح روح، اجلس اجلس هنا. يوسف جزع مرة، يوسف اثنين مرة، اليوم نواف 1-0، لكن يحيى، لكن توما مستحيل. الله عليك الله يا بطل، الله قايلكم ذا بطل يمينا بالله صح عليه. الحين الهدف نصراوي وانت هلالي، ليش تفرح؟ ها؟ الهدف جميل وانا افرح لاي فريق يسجل هدف جميل. عجبتني الروح الرياضية بالتصريفة. عامر ايش فيك؟ اركب. ايش رايك نطقطق على ولد عمك السبك؟ لا لا انا ما احب اجرح احد. يا ولد استاذن يا شباب، عندي شغل. وين وين يا النصراوي المندس؟ نسيت انك جيت مع ياسر؟ بدبر نفسي يا ابويا. تعال اوصلك على طريقي، المباراه دي مالي صلاح فيها، انت عارف اليتي وبس. اركض بديتك. هيا ياسر رد. ايش بلا ما يرد ذا؟ ياسر رد على جوالك ولا هب وصامت. مرحبا. هلا ياسر انا عامر. تكفى تعالي بسرعه للمستشفى، ملخبطين بيني وبين واحد اسمه منصور. تعالوا طلعوني بسرعه. سارق الجوال بعد، انا اوريك. شكوش نزلت عامر انت؟ ايوه نزلته. ليش في شيء؟ لا ما في شيء، بستجل الاستراحه الحين ضروري. يلا. ما هو السالفه؟ تعرف السالفه اذا جاء شكوش الحين. ابوي ابوي يباه، ابوي يباه 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 هنا. هذه ما شاء الله ما شاء الله، ايش هالجمال ايش هالحلاوه. احلى مني يما؟ لا طبعا. ايه عامر تعال يما. عامر بكره زواجك، ابيك تروح تحلق وتتجهز وتكشخ، ما ابيك تفشلك قدام نسايبك. وش جاك؟ ايش فيك كذا؟ المفروض تكون مبسوط.
قضية شبيه وما شبيه وإننا إحنا مخطئين هذا لا يمكن يحصل في مستشفانا. طيب الله يطول عمرك، أنا عندي أدلة تثبت هالشيء. ما أبغى أسمع منك شيء ولا أشوف شيء. يلا تفضلوا، مع السلامة. خذ العلاج هذا أعطه أمك، أنا بروح للجماعة واجي. خذ خذ، أبروح واجي. سم يا أبويا، ليه ما تدق على الرقم اللي اتصل منه عامر؟ يا والله فكرة طيبة. ألو، السلام عليكم أخوي، ممكن أقابلك؟ أبي أكلمك عن موضوع إنساني وإن شاء الله أنك ما ترد لي. والله صراحة الموضوع كبير جدا وفي جانب إنساني، فعشان كذا أنا قررت أساعدكم. عامر، وش مسوي بنفسك؟ تبي بنت الناس تضحك علينا؟ تعال أقول لك، استعجل، تعال استعجل. شفيك شفيك، وقف شوي خليني أضبطك. أقول لك استنى شوي. استغفر الله العظيم، وش مسوي؟ تنزل يدك تصور زي الناس. معلش هو متوتر شوي عشان اليوم زواجه. ابتسم ابتسم ابتسم. باركين عرس الاثنين ليلة ربيع نقمرة. مبروك مبروك، الله يهنيكم ويوفقكم ويرزقكم الذرية الصالحة. آمين يا رب. اسمع، أنا أبوك، بنت الناس حافظ عليها، حطها بعيونك. حقك يا نصاب، ليش تأخذها؟ افا يبا، ما تسأل عن ولدك هالفترة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اتحداك تاخذها. الحين انت متأكد انك عامر الاصلي؟ ايه عامر الاصلي، ومو هو بتجاري، واصلي وكالة بعد. يرضيك يا عمي؟ يبيني أطبخ له ثاني يوم زواج كبسة لحم. هالحين تأكدت 100% إنك عامل الأصلي؟ إيه تطبخين. الدلع هذا خليه بيت هلس، تفهمين ولا ما تفهمين؟ طيب والله ماني بطابخة، أبي أشوف إيش بتسوي لي. إيش بسوي؟ أنت طالق 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 وعفشس وبيت هلس. خذوه لا بارك الله فيه، رجعوا لي مسحور. أي أتحداك. أركب بديتك. عنا شباب مبسوط ما دامك معي موجود. يا شباب، فين عامر؟ كلمت دحين بيجي اليوم، بلوت وضافي لطحل. من هذا؟ اوف اوف يا ولد، اختك بتركب مع مين؟ اوف هاي، مين انت؟ وش عندك مركب اختي؟ انزل انزل، اللي ما تشعل على وجه انزلي، وتنزل بعد. تعال ما ترضى على اختك، ما ترضى على اختك. اهدى 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 ا
اذكر الله يا اخوي اذكر الله. يا والله اني جاي اترزق والله ما سويت. اركب 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 ما عليك اركب اركب راح اركب راح اركب. اللي تمشكلت معه ذا ملحوس ومشكلجي معروف عندنا بالحي، علشان كذا تليتك ودزيت بك. الله يعطيك العافيه وما قصرت. الله يعافيك. واجبنا ذا، بس سالفه البنت. البنت طلبتني من سليم. سليم وش وضع ذا؟ هذا تطبيق مشترك فيه اوصل فيه زباين وموتر الخاص، بدال لا اهجوله كذا اترزق الله فيه، ولا البنت والله ما اعرفها ولا شيء. طيب ذا سليم طلع دراهم؟ ايه باليوم 700 واحيانا 800 واحيانا توصل لين 1000. اوف 1000 ريال؟ اتحداك يا شيخ. طب اقدر اشتغل فيه؟ يا رجال شروطهم مره سهله ويمديك تشترك فيه بعد. ومالك الا اللي يعطيك 500 ريال يوميا. طيب وموترك ايش فيه؟ ليش موتري بالذات؟ ما يبون موتري، موتري باب واحد. طيب تامر امر. كفو يا وحش يا كبير انت صديقي. اتحداك الشركة البطلة. موعد موعد الشركة محترمة. كيف الحال يا ابو؟ بخير يا مال الخير تفضل. عطني نبغى نسجل بس سائق وسائق اضافي. ما سائق اضافي طبعا الذيبان ذا ها؟ اهم شيء السائق الاضافي. ابشر. تفضل ابوي. عطني قلم يا ابوي. ليك شو بدي خبرك انت وهو؟ اسمعوا لكم. عنا بسليم هون اهم شيء زبون. ما بدي زبون يزعل. اهم شيء تروح للزبون وشك منيح، حالق دقنك، قاصص ضوافيرك، لابس منيح، ريحتك حلوه. بدي زبون يخق عليك. شو يخق عليك؟ والسياره اهم شيء السياره. ما بدي ريحتها كبسه، مندي، كبه. لا كبه عادي ما لنا مشكله، بس اهم شيء ما تكون كبده حاشي. كبده حاشي ما بدي اياها. انتبه. ايه والشاورما بعد عادي. شو عم تقول؟ شاورما شاورما شاورما. الله يخرب بيتك. هي الشاورما بالزيت ما بدي شم ريحتها بالسياره. ريحه الشال ثوم خذ بس. كذاب ريحته كبه. سامع يا عامر، هذا المفتاح وزي ما اتفقنا الله الله بالدراهم. ما عليك، مالك الا من بكره كل يوم تاخذ دراهم. بيض الله وجهك. قفيت. مع السلامه. مع السلامه. سامع. شكرا. اختي كلمتني تقول تبي تخطب مها البندر ولدها. بندر وين يشتغل فيه؟ هو تو تخرج من الجامعة ويشتغل في شركة عالمية ويستلم 15,000 ريال. ما شاء الله، والله إن الولد شكرتي ويستاهل كل خير. خليه يتقدم. 600 متر والاتجاه إلى الشرق. حلو. طيب قربنا. سعودي؟ لا لا ما بي. أما عاد كنسل الطلب. وش السالفة يا ولد؟ 20 طلب تكنسلوا. هالموضوع فيهن. طالبين سليم. إيه أبيك توصلني للمول. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله يجمع بينكم بالخير. ترى الزواج اليومين هذه مصاريف وتكاليف، والوظيفة الحالة ما تكفي، يبيلك تدور لك على وظيفة مسائية تدخل لك أوفر تايم. عندك مثلا أنا أشتغل في سليم وربي رازقني الحمد لله. بتسكت ولا بقيمك تقييم سيء؟ لا لا خلاص بسكت. شغل لنا أغاني هادي وحلوة ورومانسية. أبشر بعزك، لو تبي أسلك دي جي ما عندي مشكلة، بس أهم شيء ضبطنا بالتقييم. كيف قدرنا نشوف الحب اليوم يا قلبي؟ لا تعال أبوي عشان قلت له بروح عند بنات خالتي وصدق المسكين ديتك والله. يا
قال لي ما تستحين على وجهك لعبتين على بوس علشان ذا السبها. انزل يلا انزل انقلع انت بعد. استغفر الله العظيم. بدينا بالحركات. لا والله بس تعرف اول يوم دوام وكذا، بعدين خويك بيلعب عليك الزلابه. لا لا محشوم محشوم. اجل اسمع بكره ان شاء الله اعطيك الدراهم. سلام. يلا سلام. يا خيم انت بتعرف السعوديين هاوني بيحبوا يظهروا بالويك اند، بيروحوا على السوق بيعملوا شي شوبينج هاون هاون. ايه لكن فانا اجت معي فكره بتطير العقل. لكن انا يا خيي طاوني شي اللي من هاوني بتلاقيني هاوني. ايه اجت معي فكره بدي المدير يجن جنينه، بدي ابعت مسج لكل العملاء. ايه انا بقول لك شو بدك تكتب، اكتب عندك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا وش ابي الحلو؟ بصراحه يبا يعني ابي 2000 ريال. 2000 ريال؟ ايه اليوم خطوبه صديقتي وودي اجيب لها هديه بصراحه. غالي والطلب رخيص انا اموت. ابشري هالحين اروح اسحب لك واجيبه. مشكور وما تقصر يبا. خير؟ وين اجى الخير؟ منين يجي الخير؟ هالحين طلبت لي 2000 ريال علشان تسهرين في سليم يا قليلة الأدب. سم بس يا طول العمر. سم أبشر أنا أعتذر شخصيا، والموظف اللي كتب الرسالة هذه بعد يعتذر للجميع. سم إن شاء الله أبشر 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 على خشمي أبشر. شوف أقسم بالله حركاتك واسلوبك ورسائلك دي اللي مثل وجهك شوف لك حل، ولا والله لا تلوم الا نفسك. فهمتني ولا لا؟ ولا فهمك؟ لا لا فهمت حضرتك فهمت. انا بس كان قصدي يعني انه يعني بلا قصدي بلا ما قصدي. اطلع برا احسن لك احسن لك. اطلع برا اطلع برا ماشي واطلع برا رو اطلع برا هلا طالع بسرعه اطلع. وش السالفه يا ولد؟ كل ما طلبني زبون الغى الطلب. وجهي في شيء انا؟ ما في شيء. الله يعين. أتحداك يا الزبون البطل. جايك يا وحش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طالب سليم. الله الله طالب سليم. طب انقز. تسلم الله يسعدك. عندي هالغرض من الوالدة وبيك توصلها بيت خالتي. والموقع ارسلته لك على الجوال. الله يخلي لك الوالده، ابشر بعزك. طب وحساب المشوار؟ حساب المشوار طال عمرك 50 بس ابشر بالمية. ويستاهلون شباب الوطن الدعم. كفو، بيض الله وجهك. اتحداك المية الجديدة بعد. وجهك ابيض، الحين ولد خالتي ينتظرك في الموقع، قواك الله. الله يقويك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت حسين؟ أي نعم. هذا الكيس من ولد خالتك. لا يا شيخ، جايب كيس ولا تدري وش اللي فيه؟ وش دراني؟ هذه أغراض أمك الله يطول بعمرها. طلع اللي فيه. هطلع لا تنفخ. خمر والعياذ بالله. والله ما دريت بحقتي. لا يا شيخ، مسوي مستغرب يا المروج. معك مكافحة المخدرات. يلا معي. ادخل يا نمو تدخل. قدم يا رجال. الله يتمم بينكم بخير ويوفقكم حياتكم ان شاء الله. وقع لي هنا الكفاله. الله يعطيكم العافية يا شباب، ما قصرتوا. ترى ما كفلناك لعيونك، نبي نعرف الهرجة بالكامل. أعلمك هناك في السيارة، روح روح.
شكرا طال عمرك. عامر سم. انتبه مره ثانيه، انتبه مره ثانيه. ابشر موفق خير ان شاء الله. معلش يا الخوي، اليوم ما اقدر اسددك، بس بكره ابى اسددك حق يومين. ترى عامر ما يصير هذا الكلام، شوف وين جالس فيه، كله عشان ذا الدراهم ولا شفنا شيء. عفا عليك يا ياسر، تفصل على خويك علشان سياره ودراهم؟ لا 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 لا، خذ راحتك خذ راحتك. كفو يا الذيب، اجل اسمع، بكره بناخذ شكش وكفته بنسجلهم في الشركه سواقين اضافيين عشان يستفيدون. طيب طيب، اخويانا ويستاهلون. خلصنا كل الإجراءات يا معلم. خرب زوقك شو هيدا؟ بس باقي توقيعك. حط الورقة هون، قرب، مد إيديك. إيه منيح، قرب. شو تبغى؟ بدي شمك. شو بدي يعني؟ شو هدي؟ شو هاي؟ شو هالريحة هيدي؟ فازلين. وين حط الفازلين أنت؟ في شعري. يخرب زوقك على هالعملة. لك الفازلين بنحط على الإجرة ما بنحط على الشعر. ماشي، انقلع من وشي. خرب زوقك، قرب، حط الورقة هون. شو اسمك؟ كفتة والكفاتي. يخرب زوقك على هالاسم، هيدا اسم هيدا؟ ولك هيدي أكلة. قرب، مد أظافيرك، مد إيديك. شو هيدا؟ شو هالقرف هيدا؟ ضوافيرك سودة يا خي، ما بينفع هيك، ما بينفع، ما بيمشي هالحكي. بنظفها بنظفها. وشك شو بدك تعمل فيه؟ لا اسمع لقلك، من هون تطلع، من هون بتروح هالصرعية دغري، تعمل شي سمكرة سنفرة، بتشوف لك شي صرفة، بتخش لك ساونا، بتخش بستم يغسلوك. أهم شي تطلع نظيف. انقلعوا من وشي، يخرب ذوقكم على هالعملة، يخرب ذوقكم. شو هيدا؟ يلا يا عيال، تبون شي؟ كافو يا الذيب، بيض الله وجهك ما قصرت. يلا وجهك أبيض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمعوا يا عيال، السيارة من الصبح إلى العصر عندك يا شكش. حلو. ومن بعد العصر إلين أذان العشاء معك يا كفتة، وبعد العشاء سهاري عندي. كلام كبير ولا شيء يا مدير، سرينا. اتحداك يا سواق البطل، اركب بديتك يا كفتة. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي قدري وانا ما اقدر. حلوين حلوين حلوين، جايك يا الزبون. سعودي الاخ؟ لا مدام، ما في سعودي. ايه هشوة. طلبت سليم. الله الله، ابيك توصل الوالد بيت عمي، هو قريب منه وتو ارسلت لك الموقع، وبالنسبه للفلوس تراها مدفوعه. هيا هيا اركب، خليه يطلع. يلا بسم الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. خلاص يا عمي، الحساب مدفوع. الولد دفع 50 وهذه 100 زيادة تستاهلها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تقولون ما طلعنا شيء في أول يوم، حركات ذي مال أمها داعي. عيب عليك، هذا حقك. وذية من وين جبتوا ذي الفلوس؟ أنا ما قد طلعت زي كذا. لأن لبسك وشكلك شبهة. شبهة؟ هات المفتاح. يما يما، جت السيارة. ذا سعودي؟ لا لا، شكله هندي. اركب اركب قدام، احنا بنركب ورا. يلا دقوا على وفاء، لا تأخرنا فتأجل علينا. شفتي يا بنات العروسة؟ يوه يا هي، تحمل كبد شينة، ما أدري شلون اختار هالمعرس. وأخت العروس شفتوها كيف ترقص؟ كأنها مهبولة. الله لا يبلانا. الحمد لله على النعمة، وعشاهم بارد ما ينوكل. يع استغفروا استغفروا، بس يا بنات ما كنا حشينا فيهم. اي والله صدق استغفروا،
ترى حشيتوا فيهم واجد. استغفر الله استغفر الله يا بنات استغفر الله. وجع سعودي انزلن يا بنات وتغطوا تغطوا سعودي تغطن يا بنات وانزلوا من السيارة يلا يلا. وجع في شكلك يا النمامة. وش فيها السيارة يوبا؟ السيارة خربانة وانا بوت اظنها مهمة اشتغلة. ارتبي ارتبي بس السيارة قاعدة فيها لما ادور تاكسي ودينا. لا ما يحتاج يبا انا طلبت سيارة. طلبتي سيارة؟ اي الله يصلحك بنيتي الله يصلحك. هذه هي السلام عليكم. ها بندر تسرب علينا تقول انك موظف واترك سواك؟ عجيب والله. والله تو داخل البيت ومهلوك جاي من الدوام مره تعبان. خله وقت ثاني. يلا مع السلامه. فهد فهد. نعم وش تبين؟ ما في شيء بس حبيت اطمن عليك. نقصك شيء؟ تبي شيء؟ مره مبسوط. شيء ثاني تعبان لاني. طيب انا بكره عندي عزيمه ويعني ابيك توديني. كان ودي توديني. شوف لك اي احد ثاني ماني فاضي لك انا. رايحه رايحه. بقلعتك. يا عامر What have you done to yourself? I am taking حفلة تنكرية. طيب عامر تكفى ودني بيت صديقتي. تبطين والله. خلي ابوي يوصلس انا بروح انام واصل. ترى انا كلمت ابوي وقال خل عامر يوصلك. طيب مخالف روح قولي لابوي يقول عامر ما اقدر اوصلك. عامر I hate you. I hate you too, you too. ما شاء الله مو على أساس تعبان وتبي ترتاح. لا بس نسيت الشاحن بالسيارة. Really? I am crazy. You are. كيفك؟ مبارك. الحمد لله. عامر فهد يدرس الآن عدم السماح لموظفين القطاع العام والخاص من الاشتراك في شركة سليم وغيرها من الشركات وترك المجال للشباب الطلاب السعوديين والعاطلين عن العمل. حلو حلو يا دحين اسفل الجو. اهدوا ان شاء الله كلكم حيكم تشتغلوا كلكم. خلاص يا عمي خلاص. سعيدة شو واقفين عن فويل انتو؟ شو ما بصير على الحكي؟ ما نعرف انتو ويا صف صف واحد. الله صبحك الله بالخير طال عمرك. الله لا يهينك بس توقع لي هالمعاملة. عندي اجتماع ماني فاضي تعال بكرة. ايه جاهز ما بقينا توقيعك بس. اقول لك عندي اجتماع تفهم ولا ما تفهم؟ تعال بكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اها اجل اجتماع ها؟ تعرف طال عمرك احنا ناس نترزق الله. اها وين معاملتك؟ عطني اياها لو سمحت. خذ خذ. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات. يا كابتن الحمد لله انا والاستاذ كفتة كل واحد طق له سيارة جديدة من دخلنا في سليم وهذا مفتاح سيارة ياسر تحصل عند الاستراحة. اشكرك انك اعطيتنا فرصة نشتغل معك. يلا سيو. تعرف رائد حاسس بعد هالخبرة الطويلة هايدي ان صرت بعرف المزاج السعودي شو بيحب وشو بيكره ومشان هيك راح تشوف شو راح اعمل. وشو راح تعمل؟ فيك تفوت على حساب تويتر تبع الشركه وتشوف الهاشتاج اللي عملته انا شو بيعمل وبعدها راح تشوف ابو مشعل كيف راح يطير راتبي فوق فوق فوق
لك انا طاوني شيلني من هاوني بتلاقيني هاوني هاوني نيالك. أجل تطعيس ها؟ خلي تطعيس ينفعك الحين. بدي أقول لك شغلي. أنا طاوني بس حاسس إني مش هاوني. ديت النشابه